الايفنت النهارده كان ناجح جدا، تمام، واخد اقبال كبير جدا من الاعضاء، تمام. هو عباره عن الملاحه الرياضيه، عباره عن يعني حاجه عامله زي الكشافه، وحاجه بتعرف عن طريق الخريطه، عباره عن شويه حاجات محطوطه انت توصل لها، تمام، وحسب بقى مين اللي يوصل الاول، تمام، عن طريق ان انت بتشوف الخريطه باستخدام الخريطه او البارسر. الايفنت النهارده بيلم الاهل مع الاطفال، يعني بيشارك مشاركة الأسرة كلها، فدي بتبقى حاجة بتخلي التواصل ما بين الأطفال والأهل التواصل كويس. احنا لسه ما تحددش مكان البطولة، بس كل الناس اللي شاركت معنا بعد كده هنعمل لهم بطولة كاملة، هيبقى فيها بقى جوائز وحاجات كتير. ايفنت النهارده مختلف عن اي ايفنت عملناه قبل كده. الملاحه الرياضيه في مننا كتير، وانا واحده منهم ما كنتش عارفه ايه هي الملاحه الرياضيه دي. ده تاني ايفنت لينا عن الملاحه. اول ايفنت كان في مقر النادي الاهلي بالجزيره، والنهارده احنا موجودين في الشيخ زايد. الايفنت النهارده يعني انا ما كانش حالفني الحظ ان انا احضر في الجزيره، بس النهارده انا موجوده في الشيخ زايد. الموضوع رائع. الفكره اللي انا ما كنتش اعرف يعني ايه اصلا الملاحه الرياضيه، النهارده اتعلمت يعني ايه الملاحه الرياضيه، ازاي اقدر امشي على البوصله، ازاي اعرف اصلا امشي على، ابقى معايا خريطه كده وامشي عليها. حاسه ان انا رجعت طفله صغيره تاني، من انا بجري واعرف النقطه دي ايه. وهما النهارده كان عندنا 7 نقاط لغايه ما تم يعني الوصول للمنطقه اللي احنا متفقين عليها، فبجري بسرعه واشوف دي المنطقه، طب امشي ازاي، لا انا غلطت ارجع بسرعه. فالموضوع بالنسبه لي كان لعبه اكتر ما هو كان لود او ريسك انا هاخده او مسابقه خايفه منها. لا بالعكس، انا كنت الاستمتاع كان اكتر بكتير من اللي انا اكسب او اخسر. لا الموضوع فعلا كان كويس جدا، والايفنت ده انا ذات نفسي استفدت بيه قوي بصراحه. يعني هو ايفنت لطيف جدا، انا ما كنتش فاهماه حقيقي في الاول. يعني انا يعني جالي انفيتيشن عليه، اوكي، من واحده صاحبتي، وبعد كده قلت اجرب، يعني اللي هو احنا اوريدي في النادي فواي نوت يعني. بس يعني انبسطت قوي، يعني حسيت ان هو حاجه جميله، والواحد بقاله كتير ما اتحركش اصلا، ولا يعني احنا بنيجي النادي نحضر التمرينات بتاعتنا وناخد بعضنا ونمشي، لكن لا النهارده كان يوم مختلف بجد، وانا فعلا انبسطت. هو ايفنت النهارده يعني ما بيحصلش كل يوم، وانا عرفت اصلا بان الايفنت ده هيحصل بالصدفه يعني من عمتي وعمي اللي هم اللي فازوا المركز الاول، وكنت فرحانه قوي بانهم فازوا المركز الاول. يعني انا ومامتي وبابايا شاركوا برضو، بس جبنا المركز الرابع. يعني لا انبسطت بصراحه، يعني كانت حاجه جميله، اسره بتتشارك مع بعضها، كنت انا وزوجتي ماسكين الماب وبنقرا سوا النقط. لا كانت حاجه جميله ان في مشاركه، يعني كانت جميله، انبسطت بصراحه. كان يوم يعني غير اي يوم تاني، مجرد بنيجي في النادي ونوضع الكراسي، لا النهارده يعني كان في يعني نشاط كويس. اليوم كان حلو قوي بصراحه، واحنا انبسطنا، واللي هو كان في احنا كنا قاعدين بنجري، وكنا اللي هو روح المشاركه كانت فينا، وطبعا شوكير ساعدنا قوي. كنا اللي هو ما فيش حد اللي هو ماسك الخريطه لوحده وقاعد بيجري، كل واحد لوحده، احنا كلنا كنا مع بعض متفقين، وبصراحه انبسطنا قوي. هو كان جميل وعجبني لانه كنا بنعمل حاجات كتيره انا عمري ما عملتها، فهي فادتني باني عرفت حاجات مثلا في الخريطه وكده، وفهمت ازاي امشي لو انا معايا خريطه.